ها صلاح، صلاح سلام، سلام عليكم. انت وين؟ ما صرت بيتنا؟ انا ما نسيت ترى، الوقت غير 12 ونص. صلاح انت بخير؟ شو مطيح؟ وين شو طايح عليه انت؟ ما تعرف؟ ها؟ بلا وجهك كبره متزلق. بسم الله الرحمن الرحيم. شو بلا وجهك صلاح؟ ادري بك انك انزين لك. شو بلا وين متكود؟ هي بخير. شو مستوي على ابراهيم؟ غادي كبر البيت العظيم. منو؟ هي لا بعدنا نحط الريوق، تريقنا نحن تغدى حين بعد ابوي الوقت. شكرا حبيبي. صلاح شفت ابراهيم؟ صلاح شفت ابراهيم؟ لا في التليفون عندي ما شفته. لا بعد، لا كل يوم تراني اصوره. لا عيب، لا تقول بكر حليله. وايد ياكل؟ شفته ياكل وايد. ايش اسوي به؟ في البلوتوث؟ في الكمبيوتر يعني شفته؟ انزين صلاح ابراهيم يتكلم وايد؟ شو اسوي عاد؟ شو اسوي به؟ انا بعد معاه اتكلم وايد؟ شكرا شكرا شكرا. هديتك يا حبيبي انت. يلا سلم عليهم صلاح. صلاح وين اسد؟ زقره. ها اسد عليكم السلام. اسد نعم بابا. اقول لك صلاح شو شو متكود؟ وين طايح؟ يا ربي كيف يعني شو طايح؟ شو كيف يعني طايح؟ بس ممكن في تحت وانا يعني برا وانا امام على مكان. لا حول. برا مكان بس شويه مود على زين. هو يخبر. ما مشكله. سوي خياطه بعد ولا ما في خياطه؟ ايوه خياط بابا خلص، ممكن بكره شيل. انا كم مره الحين خايطين راسه هذا الشهر؟ مرتين؟ لا حول لا قوة إلا بالله. من أني بنحط له نرس؟ نرس ريال بنحط له فلبيني ولا شيء؟ لازم يكون عنده حد. لا بس أنا بالليل بابا داخل خلي سوا سوا، ولا أنا نوم غرفة ملوى بس هو ما يخلي سوا سوا. أقول لا بنطلع لحد يبات عنده. أنت بلاك ما تبات عنده؟ زين يلا يلا صلاح. صلاح تموت تبنجع بقره انت تبنجح بعد متذكر. حط لي راوني اليرح صلاح اشوف وجهك. الحين نص وجهك اشوف. اي يا رب لا ان شاء الله انك بخير حبيبي. يلا باي باي. عرفنا دوسلدورف شنيتسلا كمين والله مشتاق لك. عرفنا دوسلدورف شنيتسلا كمين والله مشتاق لك.
تعيدونه هذا مال ثمين اللي في اللي في ديزلدورف للعام ييته ها منو اي خيبه حاطه بعد الازعاج يا عثرتي. صباح الخير. شو هذا تعال يا انت ما علي. صباح الخير. صباح النور. شو هذا؟ عاد شو هالمثل؟ الحين امس كنا اليوم سعيدين. ايه. اعطيك مرة. يعني ما تبون عقيتوه. حطيناه ماشي بالقرار. ولا بتشلوني يعني؟ متصرفين. يعني ما بيبي. قريب نعطي له. يعلك تسلم، يعلك تسلم. انزين يلا قربوا قربوا. قريب. قربوا دخلوا جيبوا وياكم. خيب اكبرك انت اكبر عنك. المشكله انا حطيت اقف في اي مكان احب اثنينكم راس الخيمه صح؟ نعم نعم. متى جايين؟ اي السبت. سبت السبت هذه خطا؟ اي يعني كملت اسبوع بس بس كشاته. نعم. كيف عرفتوا الفندق هذا؟ عارفين اسم الضابط جايين والله؟ اي نعم. ايوه زين زين. بس انتم اثنين؟ لا. وليش السد هناك طالع من الناس؟ حرامي واحد. ليش جايين اقول لك؟ العام العام بعد سياحة؟ نعم. وفي نفس الوقت جيتوا؟ نفس الوقت نعم. ما قواكم. وين ساكنين في راس الخيمة؟ صوب الرمز هنا. صوب الشحوح هناك آخر شيء. صوب الرمز. شحوح أنتم؟ من شو مكانكم وين ساكنين؟ قريب هناك صوب الرمز. لا الأصل في الرمز ساكنين؟ لا مش بالرمز. حسب شي أسألك وين؟ بس يعني قريب صوب الرحب هناك. أيوه. نعم. زين الحين يبى تسلم على حد او بتشوف حد من بعيد تبغي تعطيه تحيه تحيه لك اشوف سيف بتكلم بالشحي بما معناه تعالوا لندن كل سنه لندن جوها فنان شيء من هالقبيل تعالوا لندن كل سنه طموش معكم الجو ما يحتاج هي والبلاد زينه والبلاد زينه وما فيها شيء لكن التغيير زين بعد السفر مطلوب مطلوب غالي البلاد ولا رخيصه حيها لا بالشحي أولي شوي أولي يعني غالي شوي صبحك الله بالخير أبو محمد شو أصبحت شو أخبارك تلومنا فيها لندن تفضل هذه لندن أصور لكم اللبس اليوم هاي رقم واحد اليوم ولا فلافت هناك أخير إبراهيم أبويا Good morning my brother Good morning How are you I'm fine كل شيء زين What about you الحمد لله رقم واحد رب رقادك البهكان قادم فنان الحمد لله حبيبي يعني منو اللي تو يارسو ياسين خرحينه ما نخرطو ليش تتبلى علي المهم أبويا اليوم كركمي كركمي بكركمي رقم واحد كل زين والبطن غادي ثلاث تمنة لكن ما حل إن شاء الله خلاص ما نرد بتتيسر اللو صباح الخير حبايبي كيف حالكم شو أخباركم مساكم خير شو صبحتوا أبو محمد شو تصور أصور ما تشبع توصل أنت لا يلا زين خلاص صبح على الستتي صباح الخير يا الستتي سلم عليهم سلام عليكم يا الستتي زين يلا خلص عادة رايحين نتمشى شوي يعني خفيف ونتريق يلا الله يحفظكم منو عادة في السكة الحين؟ وايدي الله يطرح له بركة ما شاء الله ابراهيم استويت فاشينيستا استويت انت الحين ها؟ تميت غار منك كان تبصر لا لا تغار حبيبي عجيب عيل الحين كل حد وين ابراهيم وين ابراهيم وين ابراهيم وين ابراهيم يعني الله يحفظهم اللي يسالون يقولون الكلام الطيب ابتديت اغار انا ابتديت اغار توفيق الظاهري لا ما تغار انت قلبك طيب حبيبي بحاول اصدق لا صدق شو تقول عاد؟ تورينا سناباتك وما ادري شنو كل يوم احنا بس ما عندنا قصه الا قصتك وامس تقول لنا قصه عيالك وما ادري منو كل شيء هاي تابعني مع عبد الله الله يحفظها تعال شوفها اليوم وانت رد السلام يا صور جوتي تراني لا لا ما صورتك انت بس جوتي لا لا المهم مع عبد الله يانا سلامك ونحن في الاسانسير قطنا هالحرمه الطيبه الفنان الخير ويانا سلامك ونرد عليك السلام شكرا انك تتابعيني يا عبد الله ان شاء الله لنا لقاء في المستقبل في
قريب العاجل. هاي انتي يلا يا حفظها. حبيت ليلة اسم محمد قرواش. دكتور محمد قرواش كم باجي لك عاد غادي دكتور؟ باقي لي سنتين ان شاء الله. ان شاء الله الله يحفظك. وين تكون في دبي؟ نحن في صفا. صفا وين؟ حديقة صفا صح؟ عند حديقة صفا. مكانكم فنان من زمان. انت مولود هناك طايف في هاك البيت؟ مولود هناك. ايه هاي من اقدم الاماكن الحمد لله. هي حديقة الصفا يا معيت وامطرت حديقة الصفا. يعني الله يحفظك يا دكتور يبارك فيك. شو تخصص دكتور؟ جراحة مخ واعصاب. منو شو اخو عصر؟ جراحة مخ واعصاب. مخ واعصاب يا ربي. ها الله الله فينا ها. عندنا ريال والله هنن. الله يحفظك. زين صبر صبر ما عليه نحن ما بنصبر. اقول لك هاي اللي منو؟ هاي اول هاي وخالتي واختي وبنت خالتي. الله يحفظهن يبارك فيهن ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. افرح يوم اشوف حد من عيال بلادنا واصل الى هالمناصب غاوي وفنان. الله يسر امورك ويحفظك. اختيارك للاختصاص هذا كيف يا روحك انت تباه ولا حد ناصح انك الصدق؟ كانت من الاختيارات اللي انا بغيتها بس صراحه انا حصلت منها. من وين؟ من اول شيء هيئه صحه دبي وبعدين حولت على التعليم العالي عشان اكمل فرنسا. فانا اسوي يعني انا اتخصص فرنسا واسوي كورس في لندن لمده 6 شهور وعقب فرنسا. الله يطرح فيك البركه وينفع فيك البلاد والعباد ويوفقك ان شاء الله ويحفظك يا البركه يا الزين يا الفنان. الله يعطيك العافيه. اكيد رياضي الحمد لله. لا حاول شويه تعطيه رياضه لان لو شيء بسيط اكيد لازم. مهم الرياضه لازم. زين زين اوكي دكتور. شايف الخاطر؟ الله يعطيك العافيه. بالسلام على كل من عز عليك. ليش تصور وياي يعني؟ ليه؟ هي يعني ليش يعني ليش تقلدني يعني؟ شوف ابتدينا يعني من الحين تتقمص شخصيتي في كل شيء. لا يغلبك غيرك لا يغلبك غيرك. انا ابوه على الصراط المستقيم. من اقول ولا الضالين قلت شو هذا والله مشكله. هذا انا ببلسون يعني افتكيت من غيرك ما افتكيت منك. الله يطرح كل بركه فيه ان شاء الله. فنانه طلع عليك الكابتن علب وتسيب خالك. اي خالد ما خبرتني. تدري انا امس شايف انه في عرس قب الحارب صدق والله ونزلت من يومين نزلت على انستغرام. لو تشوف الناس كلها تخبلت عليه. على الله يحفظه شاب فنان كان وما زال قمة وذوق ورقي من صفوة الشباب اللي عندنا. يا على الله يحفظه يطرح له بركة فيه وفيكم. الله يعطيك العافية. الله يحفظه. عاد شو اسمك؟ مهاري. قولي تشيز. قولي تشيز. وين الضرس هذاكي؟ كلتيه؟ ابتدينا يومنا انا والاخ ابراهيم. انا والاخ ابراهيم الجميل الفنان صرنا اول شيء ورك شوب. طلبنا ابوي كوفينا هذا زين. طلبت هذا الكوفي انا مخالف انا بكبري مخالف. طلبت فور شوت اسبريسو عباره فلات وايت. فلات وايت يحطون اثنين شوت تتنم دبل. واول ما يلست يلست في نص الوادم لان على يساري واحد مبتسم ابتسامه قويه. فاقول شو سر هالابتسامه؟ ليش هالابتسامه قويه؟ سامع قياس عداليه. الله لا خلاص انا منك. شكرا شكرا حبيبي. زين من هالبين ابوي؟ انا من هالجميله محمد بن دلموج. والله والنعم 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 بجاسر. زاد ابوي ابتسامك فنانه. ابوي متنتي من الجميره انت. واحد من الجميره. هي صار يظهر من جميرة وفي عرف من عروب هل دولة الإمارات لازم يتبشوش وفنان. فسبحان الله يعني شكي ما راح الحمد لله ظني ما صار بعيد. فأبوي فيك عرف من عروب هل الدار. أنت أبوكم كبر هالداري على الله يحاول. من شافك شاف الخير. تزامك روحتها طلبت فقر 40 سنة ما كني حاشته. يا رك الله يا أبو خليل. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. الله يحفظك ابراهيم. ابراهيم يتهندق يقول ابوي ما يسوى علينا الدوسه هذه. الدوسه من يومين هذه يا علك. انا ابوك حشرتنا. اقول لك هي والله ابراهيم يقول ابوي نحن معذرين من هالدوسه متحين وتقرز ابنه مشاي صاير كل حق هالدوسه. اليومين وين هذه فيها؟ اي والله ابراهيم بتعيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. هباب بالوعه في اكسفورد مع يا الكلب.
هاي مكسور. الحمد لله زين يا ابوك يوم ما تكوت. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. انا بتمسك فيك. لا يا ابوي لا تمسك فيه ولا عندك. احنا الحين الله يحفظك في نص هالميدان العود. في نص هالمكان اللي ما شيء كبره. سايرين الحين كل هاي السير كلها سير والعنوة حق دوسار. نمشي الحين من ربع ساعة. وبعدنا بنسير سيد لين آخر الشارع هذا. لين نسير لين جدة سوهو. هناك إن شاء الله بيكون ريوقنا. ودك عاد نسير هناك القطة بسكر. اي والله. يا رب يا اخي زي يا اخي زين لا يرقدون لا ليل لا نهار. لكن ما حد يقول حق الثاني وين ساير ولا كم الخبر ولا كم عندك ولا وين علمك ولا وين خبرك ابدا. ما عنك راشد يا علي بن راشد. ام كل يمشي في حال سبيله. كل يمشي في حال سبيله ما شاء الله. ابراهيم ودر التليفون. ودر التليفون يا ابراهيم. ودر التليفون. تحمل على عمرك. متحمل على روحك. لا تحاتي. بسم الله عليك. ها ها شوف طماشة هناك. هلا بيس. الله أكبر. الله أكبر يا بلادي. ما أدري إيش قال من أخي. أظني هي الأغنية نفس اللحن. سمعتوا؟ بعد باجي 15 دقيقة. أنا أبوه بنوصل غاية الغداء. أبوي عيا من متى ونحن نمشي. لكن برأي الحين أبوي غدانا إن شاء الله اليوم مخر الساعة 8:30 غدانا 8:30 غدانا 8:30 غدانا غد 8:30 هي والله. أنا بهال 15 دقيقة يمن ما بطيعاتي وجبن. كم باقي؟ 15 دقيقة. بالنسبة للي يقولون لندن صعب العيشة فيها وصعب ان الواحد يقدر يتكيف في اكلها وين ما تصير وتي مأكولات شيء تقدر تاكل بخمسة باوند 20 ريال مثلا. ها تدخل هالمكان ها يميع الاكولات عندهم كل شيء يخطر في بالك تلقطه عندهم. وانت ما بلازم انك انت تاكل. اللي عنده ابوي مليار يقدر يفسسهم في لندن في خلال يومين. واللي عنده 5,000 درهم يقدر يعيش لنا 10 أيام 15 يوم وهو بخير وسهل كبوكت باني. يعني إنه مصروف جيب من أكله وشربه. ما بلازم الواحد بمد ريولك على قد الحافك. الإنسان اللي عنده يسوي اللي يباه. واللي ما عنده يستخلف الله ويطلب من الله إن الله يرزقه ويسوي اللي ما حد سواه. ما بغلط يعني ما بغلط إن الإنسان يتمشى ويتكشت ويأكل في المكان المعقول. أماكن الفارهة والأماكن هاي يعني ما عليه. معزوم تصير ودية في السنح سنة ما عليه. نما بتيلس من تصبع لين تمسي في تسوي شو للمطاعم هذه هاي يسمونها فشرة وهاي يسمونها شيء لم ينزل الله به من سلطان. لا والله ما شيء أحن أنك تصير وتي وتنبسط تطل جرويلاتك تشوف العرب والعرب تشوفك و تصور ويا العرب والناس تصور وياك. شو رايك ابراهيم؟ كلامك مليون بالمية صح. يا رك الله بسم الله عليك الرحمن. حتى الويه حتى الويه منور اليوم مليوع عظيمي والله يوعى. يلا شينا كم من كيلو يلا انت بنوصل المطعم. يلا حينا. الحين 7 دقائق احتاس بعد حاس الله عينه رب الله ته. ها 7 دقائق حينا هذا ما حينا حتى سلساني. هذا امتداد ابوي شارع اكسفورد من اول شارع اكسفورد اخر الدنيا وين بليس نضيع عياله. نمشي 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 لين وصلنا هنا هالمكان. الحين هالمكان عند هذا الفندق جنه قالنا لف يمين. حاضرين. ترى وانت تمشي طالع تمر على اشياء تمر على تحف تمر على اشياء ما شفتها يعني شيء جميل يثلج الصدر انك تشوف هالمناظر الجميله. شيء جميل يعني
يعني هبل انت ساير حينه بس الا للصراط، لا حي وحاي وبيع مسابيح، حي وحاي وبيع مسابيح، هاي بتمشى معين الله خير، انت خاطره بساير ياي ها يعني ها ماشي باجي ست دقايق حمتعة تمشي في خنيخيشات لندن، روح حمتعة شيء جميل. ابراهيم وراس عندك غالي تقول الصدق كدمك مبسوط الصدق مبسوط لولا يارك الله يارك الله مكرم، لكن ما بعيب انك الولد. لا والله وايدين يقولوا وايدين يقولوا لي والله انت مهلك ابراهيم تهليك. لا والله بالعكس هي والله والله العظيم اني مستانس ومبسوط فرحان اكيد والله ها. المشي زين اي والله اللهم لك الحمد. ماشي باجي بشيركم كم دقيقة الحين عنا وصل دقيقتين ولكم نوصل المحل والقطة مبلد المطعم عادي تمشي الحمد خانخوش لين خانخوش من خانخوش لين خانخوش لين وصلنا هذا ابوي مطعمنا نحن جايين عسب ما سالق ها ها شو ظنك ابراهيم والله شكله بروستيج بروستيج قول لي أقولكم طلع المطعم مد من المطاعم العادية قالي لي مطعم عادي يعني مال سربجي مال المطعم الطبيعي يعني طلع لا هذا هو مطعم فوق عن الطبيعة وخارق ومال متيرة يعني لكن الحمد لله أنا انبسط وأنا استأنس وهذا هو المطعم ما سالة زوم اسمه وفنان لازم حجوزات لكن الحين قال يوم اللي انتم اثنين وبتصيروا ماشي مشكلة قربوا بركات ابراهيم عليكم الحين ما بركاتك انت لا لا قالوا بركات ابراهيم لا بركاتك انت حبيبي الله يحفظك احنا ثلاث ليمونات اول شيء دوسة وسمبوسة وشيء ثالث والله بعد ما عرفت شو هاي السمبوسة الوحدة فيها النمونة مطعم لا يعلى عليه مطعم لا يعلى هذا يبي الستار ترى حين وهذا شيء نوع من انواع البوري لكن حاطين ما ادري شو بعد وياها هذا حين كبدايه ستار ترى هذا المطعم ابوكم اللي ما بيه هالمطعم غلطان ريحه اللكر روحها يا ابوكم ترحب نصير يومين يعني هذا ما انك تي والتعنال وانت يعان يوع يكون فيه ما بتي اي عاديه لا وتي مجموعه كبيره يعني مكان كبير وضخم ولازم حجز بدون حجز ما يستوي نحن لقطونا طاولة لنا فرين وعلى يم بحطونا بعد معزولين تحررنا ميدم الله المستعان على فكرة بنزلكم الحين الانستغرام ماله انستغرام شيء غني طويل عريض مطعم هذا شيء تحت سالفة طويل عريضة يعني خبره بعنوان من دبي الله يحفظه اللي طرش لي العنوان أنا بخبركم بقول ما بقول جمال برحيمة هم طرش لي العنوان من دبي قال لي خالد ما سرت دبي لندن وما كنت في هالمطعم ترك ما سرت وشهد ان وصفه الوصف بمكانه كان ما قال لي لا تقول اني انا اعطيك العنوان هم ما يوز ان حد يدري الحين انا خبرت عاده هذا شيء غريب ها هذا روحه شيء غريب ما ادري شو هاك صغار اهل كبير على كبر حبه الفقاع ها ابراهيم عيب كلولا شو داخله اصلا هذا والله ما عرفت جرب نشوفه ندرى شو داخله هذا شوف خليل واجهه اي والله يبينها هاي اصولها ما تنكل على دفعتين لا دفعه واحده تلزم الصمت على فكرة والسمبوسة وايد ضروري انها تكون فيجيتابل خضرة شيء بالدياي شيء بالخضرة والاخير بالخضرة ولازم عاد هذا مالها وياها السوس هذا روح يحطونه نخاي وما ادري شو يعني مستوت الدنيا هالنمونة هي السمبوسة شيء نوعية ثاني بعد يحطوا لها صبار هاك يسمونه صبار تمر هندي الحلو لكن هذاك شيء وهذا شيء هاي الأشياء الغريبة يعني لازم الواحد يأكل عندهم شغلهم روحهم المطبخ هذا مطعمهم هذا روحه ما تتفلسف تقولهم سوي لي هذا وسوي لي هذا لا شوف اللي أكثر عليه الطلب واللي الناس تحبه أكثر
وتاكل ما تتفلسف تقول أبا يكون ما أدري كيف وأبا يكون ما أدري لا تاكل اللي يحطونه للمسلمين وتعين من الله خير وتسكت بعد ما تردها لا عدل ولا عوية. شو رأيك بخليل؟ شو؟ يا رك الله. شوف العرب كم أكثرهم يوم مش زرد مكانهم ترى المكان ترى ما فاضي خلق الله ما خلق الحين ابتدى يمتزر هناك ابراهيم القوم تروغك منو يربع وراك منو يربع وراك الحين منو يربع لا منو يربع وراك شوي شوي انا اكل شوي شوي انت الحين تتكلم عن الاكل وتقول لي انا اكل شوي شوي هي لا والله منو انا دومني اكل شوي شوي كما صلى على محمد زمت من عندي انا لو ما أكلك سريع أنت ما شاء الله أنا حليلي لكن أنت هذا ربان ريت عشان بشي ما أقول لك علم داخل عافية يا إبراهيم من قلبك يا محمد We have we have now one starter. What's our order? What you bought for us? So vegetable samosa set puri. What they call the small one? What they call it? Yeah, so set puri. And the other the main dish. Vegetables and muscles. No, the first one, the big one, the dosa. Oh, the misore veg dosas. Uh-huh. And it will take a time to bring it? Sorry? Take a time? No, it doesn't take a lot of time. It takes around 7 minutes, 8 minutes. Inshallah. Thank you very much. No worries. مذاق الأكل في المطعم هذا يختلف كلياً عن مذاق الأكل في المطعم اللي من يومين صرنا له. صرنا مطعم الناس كلها صيح منه. صورته ولا طريته كان صيته شاي عدايع في شنتية لندن وان فلانيين ساروا له والعلانيين ساروا له المطعم الهندي العادي لكن هذا نكهة هذاك زين لكنه مطور مسوي له تطوير هذا لا هذا الطريقة التقليدية القديمة ومعروف هالمطعم أنا ما أعرف يمكن وايدين يعرفونك نزلت لكم من حسابي لكن الطعم التقليدي الأصلي طعم الأكل اللي تحس طعم الأكل طعم الأكل الهنود طعم الأكل السبايسي الحمس طعم الريحة كل متجانس ضربة في خاطري أصور أكلها شو هذا الأكل التقليدي هذاك اللي عدال ما أدري شو طالع شيء جميل وهذاك بعد ليه شو تطلع عليك إبراهيم؟ طلعت العليمين شو طالبين هاي؟ فادم حي هاي يطلبون شيء هالنمونة ما أدري شو هذا يعني فيك من كل شيء حتى هذاك ها شو؟ لأن يايين يتغدون حينه فلذلك هذا غداهم في من كل شيء. دالو ما ادري شو ما ادري شو ما ادري شو من كل شيء نحن لا نحن طالبين نبه دوسة نحن مجتهين دوسة متهلعين على الدوسة طيب العود هكا بيلايد انك شافني وانا ياسا صورة اي والله شافك قول والله نعم والله زعل لا تسمع ياكل مشغوف الاكل ما عنده وقت يفكر ابدا كده هو شارب اثنين شاي حليب ما شاء الله اي والله كوبين كبار هي فلاصين عبارة اي والله شيء جميل هذا اكلهم وشاورت رايا قال نو بروبلم من كل شيء عندهم ها شاورت قال ثانك يو فيري ماتش ثانك يو والله هذا كمي دايم تعرفه فيه وصلت الدوسه وصلت الدوسه ايوه 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 هاي اللي نقول لكم دوسه ودوسه 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 هاي هي الدوسه هاي هي الدوسة وداخلها علي ولا معيون مفروم صار النمونة وهاي الخبزة خبزة عيش طحين من عيش يعينونه ويخمرونه 48 ساعة بدون مخمر وينشون يخدمونه حتى أول عندنا طباخ يعرف يسويها اسمه علي هندي من كيرلا وحين حتى هاي كوني بناء أمس جديد بدال هريس يعرف يخدمها حتى هريس غرب الله يعرف هذا وهاي الصالون يسمونها سمبر
صارونة خضرة، هذا كله فيجيتيريان، كل هذا خضرة فيه، هذا علو اللام وما أدري شو ما أدري شو، وهذا دال ويا سمبر ويا خضرة. فهاي طريقته لازم نضطر أولها من نضطر هالنمونة نضطر هالعلو اللام اللي فيه نتنش تجدد هذا السمبر كامل لازم طريقته عزل هذا علينا علينا تحط هذا بعد فوقه المهم على ما تشوف أيوة هاي بتكب خلاص فيها النمونة فيازم فرات تفرد فرات تفرد فرات فيازم كل خضرة هذا ما في لا شحوم ولا لحوم ولا دهون ولا همك الله ولا هم يحزنون فتازم هو يتغارف وتلايم تغارف وتلايم ها هذه أجمل وجبة وأحلى وجبة هذا لين بكرة ما فيه لين بكرة ما فيه ها أنا ما أشوف يا دحق يا محق إيه يلا حشة حشة هذا هو زين أنت سويت فريد Now, what are you going to bring for us? Two masala chais. Two masala chai. Yeah. This, there's different taste from the other chai? Sorry? Different taste? Yeah. Different? Yeah. This is different. Can you see? Nice. Two, please. One for me and one for my brother. Ibrahim. Yeah. Thank you. Always. Thank you. تعرف إبراهيم؟ شو يعرف اسمك؟ يعرف اسمك؟ ما يعرف انت قلت هذا وصل أبوي الم... شاي مسالة؟ مسالة شاي مسالة شاي هذا أبوي المسالة شاي هذا قحفة روحة كنا رصاب خير هذا المسالة شاي هذا عبارة عن شو الله أعلم به شاي حليب هو لكن أكيد طعمه يختلف يلا إبراهيم طعم بالله أنا بسألك سؤال إذا ما عليه طعمه شويونة يا أصور الحين مع نف نف قطرة قطرة عن أبوه ما في شكر ما في شكر؟ انت ما يحط ما يحطون شكر مرة بشربها مرة مرة؟ لا يحطون شكر للي يبى كل متعارف عليه ما يحطون شكر لكن اللي يبى حط حق عمره شكر أنا ما أنا عيبني عيبني غاوي وما شي شراكه أظني شرط لي تشوف التلف حتى هم استعيبوا إنك طالب شكر لأن ما في ما بماسخ وايد ما روب أشرفه زين إيش عليه ما شيء منها حارة الشوكر is already added in this one لأن المسالة شاي الشوكر is already added so يقول more. يقول لك في شكر هو عيدو عيدو ها عيدو زين إيش عليه بعد you need the more لا إنا؟ ما أريد أبوي ما أريد أنا سكر لا 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 أنا 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 هذا المسالة شاي أظني اللي شرات اللي في أسواقهم القرى الهندية اللي واحد شي في عنده مثل كشك ويسل الحليب شي شو خطبة ها من القلاص هذا من القلاص هذا هذا المسالة شاي بس أبو محبة ها أبوي أقول أبوك في الجنة بديت خشبه أقول لك هذا الإنجليز اللي كان إيه والله شفته لا يبكاك إيه والله لا لا يم اثنين منهن هاي الكبار إيه والله استعيبت أنا قلت عنب وهذا مدحوب ترى فنان والله ما عاد دخلوا علينا والحين في المطعم فنان اول بادي انت منو زاهر محمد بن حجري والله ونعم هالريال فنان سعيد محمد ميزر الرميدي والله ونعم اي والله هالبارك الاولي هاي يرانا الاول دال حيب مسيد حياه ثاني بمرجع نعم ما زلنا لغايه الان والله وهالريال وياك منو سعيد الحجري والله ونعم ايش حالك وعسكم كيف انتم كديتوا المطعم هذا من قبل نعم شو رايك فيه مميز ها مميز ومميز عنده بعد ثاني في كوزوي والله المطعم وايد مميز هذا اكبر مطعم لكن وايد فنان يلا الله يحفظكم يسر فرحنا بس اشوف والله مليون مرحبا وليس يلا قربوا 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 تبعكم العافيه الله يحفظكم لا سمح الله ذنبك حبيبي يوم يقول لك لندن تجمع كل حد يعني الجماعه هاي ما شفتهم ما شاء الله ما شاء الله والله مليون مرحبا شوف
هذا اللي يحوط يصورهم بلندن هو ده. أوه إبراهيم الله يحفظك. شوف محلاته. إنزين تبي نروح حين الله يحفظك. أقول لك أول شوفت شوفت مرة كان شايف الهلال. لا خلينا ما بيشرب شاي. خلي يا رب سلم عليه وبشبع من ريحته. أنت من هالعمانة؟ أنا؟ هي. أنت وين تقول؟ أنت من الفلي. ها؟ من الفلي. معود. ولا أنا غلطان؟ من الفلي. ما شاء الله. دراك. حسكم نبرة الحس. دراك. والله يا أبغى ريحتكم ريحة هال الفلي. مرة. إيه نعم يعني الله يبارك فيكم. ما منو هالفنان اللي وياك المتختخ؟ هذا يتختخ. المتختخ. أقول لك محمد نعم أنت من المرحلات التقاعد نعم ربنا لك الحمد الشكر الحمد لله الصغير والكبير يتابعك ويشكرونك ويتحمدون أن في إنسان في السوشيال ميديا نفسه الحمد لله صح ولا لا؟ وما أنت ما تدخل على متابعينك بشيء صح؟ أكيد إنزين لكن باخذ بشيء واحد سنة إبراهيم لا تصغر كل يوم نبص كل يوم تعود كل يوم صفات النية يعني يا ابوك هذا فضحني كثر ما يصوت هذا خس عن ابراهيم فضحنا فضيحة اقول لك نعم زين نبصر اللي هو كيف كذا يفتح لو كذا يوم لازم تشرب من مثل من يقول لك تشرب من ماهم ما سلم من حماهم يا لازم تشرب من 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 مياه ابو ظبي بس تعيش في الامارات بتغدي هالنمونة بس تم مثل ما هلعتوا هالعمان شي يميزكم احنا مشاراتنا دحن الطيب والاخلاق وصغارة النفس بس بشي بس جارب ابويا جاربي من داود ايو كنت بكبرك داود والله مليون مرحبا يا مرحبا الله يحفظكم مشكورين دامرنا بشي مشكورين لحضركم جزاك الله خير الله 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 ابراهيم والله الله يصاجع 24 ساعة تسوي عادة والله العظيم تقول دي فضحنا ابراهيم انت من وحينا مكتوم تراشد مكتوم ما مرحبا وسهلا محمد بن سلطان سالم الجابري شاعر والله والنعم ما شاء الله ما شاء الله عليك انت شاعر لازم ناخذ شيء من قصيده لا وقف عاد الحين احنا وادم قمنا الرودري وش على الطاوله يلا غايته وفوز عاد بنطلع برا نحب يلا حبنيكم دقيقه مراقبه محمد ترياك برا اصور لك انا الحين ضروري اصور لكم اياه يعني تخيل الفاتوره كم 60 باوند اونلي 60 باوند يعني 60 جنيه كل اللي طلبناه هذا ب 60 جنيه يعني وجبه رئيسيه من اجمل الوجبات واغناها في منتهى الروعه 60 باوند شامل الخدمه يعني تقريبا بلاش ذاك وين مطعمنا زين ظهرنا ابوي ها فلان ابوي في عين الماء في عين الماء في عين الماء ها خلق الله وما خلق شوف الدنيا يدون هالبناية كذي مصورينها من قبل كلها بوي هاي مثل حباية عليها شرات الحباية تلومون اللي بعدهم يوم يتخبلون علي أية لندن لازم بيتخبلون البلاد أبوي يتخبل باللي ما يتخبل باللي ما يتخبل يتخبل من إيها إيه والله إبراهيم شو رأيك شو البلاد فنانة أكيد فنانة إيه ما عليها كلام لندن ودرنا ابوي المعمعة والدنيا والزيرة ودق لي المر بالمر تليفون قال ترى ياكب قلنا له يلا حينه جايينك يبقى بيننا وبينه 17 دقيقة مشي منها ابوي تهضيم ومنها الله يحفظكم ابراهيم يبي يحل شعره ابراهيم تيله حشرات الحساسية يوم بسم الله عليه اكله يعني اكله هي يحكي راسي اذا انه ما يحلقه ففي ناس وايدين من يظهر شوي الشعر في نوبهم في راسهم ياكلهم وهو ابراهيم هاي من هالنوعيه من البشر فحين معزر علي يبا حلاق والحلاق يدله ابنه بالمر ونحن سايرين حق بالمر الحين يارك الله يا بالمر ما في شيء زيادة لكن شوف ايش قايل مسوي له ضام داخل شيء جميل حلو كل ما اشوف شيء شي فنان لو انه شيء بسيط اصوره يعيبني اصوره لكم انتم ها هذا بعد ممر غير وهي على الربانة شو بقول لكم امور هذا اللي يجيب العرب لندن ويجيب الناس يعني غزلي كلهم هالناس اللي تي لندن لجل
هالخنيخيشات وهالممرات وهالبويتات. شوف هالخنيخيش هنخوش صغيروني. شوف الله عليك لازم شيء تحت هذا. ها ممر من دار لين دير يظهرك. وهو الخنيخيش هالمفرق. ها هالمفرق. ها شوفوا نص هالبنيان اللي بقت الإشارة وحين سايرين بوي فيها الطريق. ها سيد لين نوصل قوم بالمر باجي عن نوصل قوم بالمر 13 دقيقة. ما زين اللي التهب فيك فيك انت يا لندن. من التهب ما بطل ولا بتضيع وين ما تصير تعرف هالبقعة. تحس كأنك تعرف هالمكان توك ظاهر منه توك متحرش منه. يلا ونحن نمشي. ها ونحن ها ايش عندك؟ مكان جميل جميل والله لو بتمشي 15 ساعة ما دريت بي المشي. صح إبراهيم؟ صح. ليش أحس إنه مو صح؟ لا صح شيء تقول مو صح. ما شاء الله عليك. لا والله المشي زين يا أبو إبراهيم. شيء خير خير على المشي؟ لا. أخير المشي ما تحسبه لأنه عالم. هي هي. وعماير. شيء جميل والله يا إبراهيم. وسوالف وصيع ونقيع. شوف الله عليك. شوف الخلوق. شوف العالة. شوف ما شاء الله بخليل في نص العالة. بس عادة عليك بس. ما كثر ما تصور عمرك. ما كثر ما تصور عمرك. حد يصور عمره هالكذا؟ الله اخطف. الله العظيم انت. وصلنا بوي كرنب ستريت. يلا راية ابراهيم. ها ها تحمل. اي شو ابراهيم اقول لك بعد يصبع مسود الوجه. اي والله والله ولا ابن الشاي. اي والله وحين ابوي قوم والمر قدامنا قدامنا يتريوننا في قهوة بتقهوة وياهم كرنب ستريت. ابراهيم كرنب ستريت. كرنب ما اسمعك. شو ها كرنب ستريت. اه اوكي شو اسمه ما لا كرنب لا كرنبي. كرنب كرنبي ستريت. كرنبي 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 ستريت. يس اوكي ماي برو. ها ماي برو. كيف تحب الاغاني الفرنسيه ابراهيم؟ الادب اسبانيو اسبانيو اقول لك مستاسه بيان عليك. صرت طالع ابراهيم هناك ولا وين؟ يلا وهناك يلا جدة معادة. ليش تصيح؟ وصلنا عند الجماعة. يوم جيت ولاني اشوف ريال كأني شايف اخوك قبل يومين. هم قبل يومين قبل كم؟ قبل الأيام يعني في عرس قب بن حارب. نعم اسمي عرس قب بن حارب يجمع العرب كلها. اي والله انت اخو انت بالحباله. نعم انت اخو علي. اخو علي. نعم. انت منو؟ سلطان. سلطان اخو علي بالحباله. زين وهذا الله يحفظكم بالمر. زين وهذا الله يحفظ ابو حامد خادم الحبيشي. وهذا الرجال ايش هالزين تبارك الرحمن. هذا منو هالبجلي لي وياكم؟ ايش هالبجلي ايش هالبجلي؟ خلنا نقول ما شاء الله. قول ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. هذا هذا بجلي ابوكم. بجلي بجلي يمشي وياكم. منو هالادمي؟ ادمي هذا؟ ادمي ملاك. شو هذا؟ منو الرجال هذا؟ منو الرجال هذا؟ من عدن ابو ظبي؟ ما شاء الله. منو حضرك الله يحفظك؟ والله والنعم والنعم والنعم. تعرفون الاخ العزيز هذا ابراهيم بن توفيق الظاهري. وانا وانا خالد بن احمد الخالدي. الله يسلمكم ويحفظكم. يا ما شاء الله عليكم. بالمر البارحه طرتنا رساله فيديو للوالده الله يحفظها. سلمنا عليها وعقب السلام قلنا لها ابوي يقول لي حق ولدك هذا فعلته وهذا تركته. يوم لقط العرب عنده قال والله تعالوا على كوفي عشان شي عزم لك بعد كوفي.
انا الله يحفظك يا ابو المرس. ولا بيعزمك على ما تصلى اي والله خادم راس من عند غالي تقول ان هذا اخو واحد صديقي انا منو عاده حارب السويدي ايش حارب السويدي ابو المذيع والله ايوه من زيلك ما في شبه بينكم لا هي والله هي والله سبحانك يا رب انا عسب جي الاسم هي هذا هو مغل هلا كله ماخذي شيء بسيط عفوا وصل ابو محمد والله مليون مرحبا ابو محمد مليون مرحبا ابو محمد لا 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 يا سلام يا يتعانق يا تعانق الرئيسان العناق الحار يا سلام يا سلام رئيس مجلس الوزراء ياسر بن خدية يا ريال مال نيروبي مال نيروبي نيروبي مال نيروبي سفير جوبيتي يا بالله هدية يا ريال انزل تعالي لي انت شو عاد غمض حط ايديك حط ايديني انزل يلا شو يا ابو الصيدليه لا 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 شو جايب لك شو جايب رد السر مال السجام بالعربي دواء شو ما تصدق ولا شو هذا اللي فيه مانع علاج ولا دواء صراحه ليش لا لا صدق ولا شو جايب لك مال بواسير لا 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 بسم الله عليه لا في بيني بيني والله صدق والله شو والله انت شيء وصلنا لا ما وصلنا شيء بس انا حسيت ان في شيء في حمى يصيب ولا مريض يصيب ولا مريض شو يعبي اللي عادة شيء بيني بيني زين شالي بورو ماركت بورو ماركت هذا ضروري يصير ولك اللي في لندن كل منكم والجميع وايد المكان زين وفنان بيعيبكم العام صور انه موجود حتى على اليوتيوب ضروري انكم تصيروا له يفتح بس من سبت لين سبت عندكم اليوم الخميس بات الجمعة يوم السبت ضروري على كل حال يفتح من الساعة 8 الصبح لين الساعة 5 العصر سوق فنان توني حطيت لكم حسابهم جميل ياخذ العقل كل اشياء مالت لندن القرويين وسوق يجيبون سامانهم من جميع انحاء يا لندن ويبرزون بهناك عندهم ايش رايك ياسر بتكون ويانا؟ ليش؟ زين حد ما يحب هالسوالف ما احب هالسوالف منو اللي ما يحب هالسوالف؟ انا ما احب هالسوالف حتى انا ما احب هالسوالف كيف يعني؟ ما نحب القرويين ما نبغى القرويين ما نبغى القرويين؟ ما نبغى القرويين احنا متمدنين احنا متمدنين يبغى شيء نبغاه نبغى بيع نبغى شراء شو ذرة؟ قرى وقرى وبدري ياسر البارح خليت بنيك لمية بنت ياسر بن محمد بن سعيد بن خدية طرت لي رسالة شو محتنى أنا ما ركزت هي طال عمرك سمعت يوم أنت تطري عبد الله إيش عبد الله عبد الله ريال طيب بالمر يوم قلت شو إنه هو ما عزم كل مطاعم هي مقاهي مقاهي هذه سمعت مطعم بس أنا أبو عزم خالدي خالد على مطعم أوبين أوبين شو يعني زيف دبي مول زين فطلع شكلك واحد ان شاء الله زين عقب قلت له في البيت عقب قلت باب العزم في البيت عندك عزيمتين عزيمه في مقهى موجود بيت موجود زين يعلك تسلم ما تقصر يا ابو محمد محمد بن ياسر ها الريال الطيب وياك ها هذا من تعقادي ها شوي بيمطر غضنفر ما بطالع لا يليب ولا يسين بردان لا لا ما بردان اليوم برد والله شوي ركب الطيارة تعال خلاص انت متواصل والله مليون مرحبا محمد بن سيف نعيمي كيف حالك كيف انت الله يسلمك والله مليون مرحبا وسهلا كم بتجلس عاد حيلة كم بتجلس في لندن ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله خلنا نشوفك عاد اليوم وياس تصور انه انت حاضر صورت بعد صارت علي منها ما يصير يا الله يحفظك يا
بالمر منو هالشباب اللي يوك؟ ما اعرفهم، كل واحد يعرف نفسه، كل واحد يعرف نفسه، ما اعرف هذا المر الله يحفظه. زين المر بن عبد الله الخليفه المري، وهالريال فنان منو؟ عبد الله الخليفه المري، والله والنعم. وهل هل هل فنان الشاب الوسيم منو؟ يا حافظ الله عليه ما شاء الله، يعلى الله يحفظهم لك ويبلغ فيهم عرسان ما شاء الله ما شاء الله. انت خبر ابوي لازم نيك لندن نشوفك. ضرب الله ابوك ما يبى فيه هو شريك، ابوك هذا غير نمونه، هذا ابوك مثل الفريق ما يحب الشريك والله. ابوك هذا الله اكبر عليه. انا بديت اشان ابوني شارد جاي روحي الحين جاي هو روحه، قلت له ما خلي بي لا تخرب عليه. زين سويت، لا خليت منك يا حبيبي. وين ابوي وين؟ هلا هلا. ما بصير عندنا؟ انا ان شاء الله بتلاقى وياك. زين الله يحفظكم. هذا ما قرر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. اغلب الوقت هني. وهذا شو تبغى يترمس ساعتين دوك؟ يبقى؟ يبقى الرقم بعد قلبي وانا خذيتهم مثل على قلبي حبايبي كلهم. الله يحفظهم ان شاء الله. الله يحفظ حبيبي. يلا الله يحفظك ان شاء الله اخوي. ما شاء الله عليك يا المر، ما زينك على الله يحفظك. ما سمع شيء. انت فنان بكبرك، ابوك يسمع عنك. وين الحين كان يودنا لنت؟ مال الرالي مال سيايير. حبيب سابقون مرة ثانية ابو محمد. ما ابي اصورك، اصور المحل يا رجل خف علينا. نورت نورت. مرة ثانية اشوفك ما شاء الله. اول يوم يوميت واليوم تبارك. دي طلعت لي الفيديو هذا اللي ما يبي يتصور. هاك العود. لا 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 بجاكيت ازرق والعود بعد ما يبي يتصور. انت برايهم عليهم رب حافظ. يا حيكم محمد ولد عذران العلي من هم قويين والله. مليون مرحبا. كيف تصور لي كي لا هود ولا هدى توك على نظرة؟ مو بيس تصور كي تصور محل ظهرت انا. زين اقول لك هلا ليش العالم هالكثر اليوم هالكثر زحمة؟ عاد شو السالفة؟ اجازات اجازة الجامعة واجازة يعني هل ان هذه اجازتهم مات الجامعات؟ ايه بيونا اليوم مباشر ونشوف الزحمة زيادة. قول والله العرب كلهم جايين. ايه الجامعة اللي من الجامعة مخلصين من الجامعة في اللي في لندن. لا واللي في اوروبا تضليله في الامارات اللي في اوروبا واللي هني والله. ايه يعني هاي اجازة هل بالجامعة اكيد زحمة. ايه زين زين غير شي الكريسماس وهي كلهم عندهم اجازة. ايه ما عليه هذا انا ادريبه. ايه هل انه شيء اجازة غير عن اجازة الكريسماس؟ لا لا ناطر اجازة الجامعات في البلاد. اي في الامارات. ايه ايوه انا احس لو تمسح لاني وايد خربط في الكلام. برايي انت تصورني انا اتوتر يوم انا بصورك برمز عادي. كيف صورت قبل؟ يوم اول يوم جيت حصلناك هناك قدام شوي قبل ربيع اللي ما رضى يتصور. انا اتحرى اول مره اصور؟ لا لا ثاني مره. والله؟ اي والله سبحان الله من قدر اللي يتصورهم. وين ابراهيم؟ شاركنا الحديث والحوار. هالوادم هاي ما شاء الله عليه دوم مبتسم ابراهيم. ابراهيم هي دوم مبتسم الله يحفظه. شو اللي يميز الانسان غير ابتسامته؟ صح صح صادق يا ابو محمد. اي نعم شيء خير من الانسان اللي دوما بيبتسم. لا عيل المويب صح كان يسمونه هو يسمونه. يلا يلا واحد اثنين ثلاثه. زين تم نوحي بالله عليك. انا سعيد زرعوني بالامارات طالع والله والنعم 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 والنعم. حاضرين حاضرين وطيبين متبين شارجه الشارجه طالع عمرك تبارك الرحمن. إيه نعم. ما شاء الله عليك. إيه نعم. الله يحفظك. تعرف هالشاب الفنان منو هذا؟ والله ها ها فنان معروف فنان بس والله ما يطلع في الصوره وايد مثلك انت ما شاء الله. الله يحفظك حبيبي. فيديوهات من وقت ما استوى السناب شات موجودات على اليوتيوب ومخزنات كلهن السيرات والليات البحور والبرور الطباخ والنفاخ القصص الخراريف السير الليية كل شيء موجود على اليوتيوب. لا تقولوا ما قلنا لكم كل شيء موجود على اليوتيوب. طالعوني على اليوتيوب لا تقولوا ما قلت لكم.
ندخل على اليوتيوب اكتب خالد الخالدي دق على قناتي خلاف هوس على اشتراك تفعل الجرس بس يا الفندق تمسحنا وصلينا وعينا من الله خير وحينا بوظافين العلم عند الله وين بنسير الله أعلم نسير نايس بريدج نسير جوهر رود البناية هاي الله يحفظكم يسمونها شيربن كورت هاي البناية اللي عاصر سنين الثمانينات والتسعينات كلهم أبوي سكنوا في هالبناية اللي يون مرافقين المرضى اللي في مستشفى كرومويل هوسبيتال فلذلك البناية هاي تربط بيننا وبينها صداقة قديمة الطباخ والنفار الله يرحمها ويغفر لهم كل اللي تعالجوا هني الأول وماتوا يعلهم الجنة يا رب العالمين يا مال الجنة البارد يا رب العالمين تغفر لهم اللي كانوا يتعالجون هني وماتوا آلاف مؤلفة من عادة طريقكم أنا الحين لأن كل اللي يسكن في البناية هذه يعرف اللي أقصد يعني اللي يون هني كلهم يون يتعالجون حد منهم حي وحد منهم ميت في هالسنين كلها الرحمة تحل على الحي والميت اللي مات منهم الله يغفر له والحي منهم يعني الله يحفظه ويخليه لأن هالكلام من السبعينات والثمانينات أمور جدت يا معيت وامطرت في هالمكان هذا خريخيش هناك دكان ياباني يبيع صافي يبونه من البحرين صافي وزبيدي هناك خريخيش وهيل الطبيخ وتنفيخ ومساوق حق المستشفى شوف لا إله إلا الله سبحانك يا رب بيت عدراوي إبراهيم الأطلال والأماكن اللي الأول وهناك البنتة هوتيل ووين المكتب الطبي شوف أقولكم أمور وإليزابيث هذا كلها ذكريات وايدين يعرفه سينزبري إبراهيم بلاكم جيت روعت وسمعتني طاري الأموات لا حشة ما حد يخاف جيمت أسمعك جيمت هالبرد وينو برد؟ والله العظيم برد موت اليوم لا 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 برد وايد ما شيء والله وايد شيء برد يا غير ما بموت يمده انت ابوي متعود حبيبي نحن من كرومويل هوسبيتال من مستشفى كرومويل لين هاردز وقطعان هاردز والبارك تاور ونحن سايرين لين لندن هيلتون وبعدين بنمشي لين كرومويل غروفنر هاوس لين نوصل فندقنا كل هذا كله مشي لا لا ما بوايد ابراهيم والله العظيم ما بوايد كم يمكن ساعه وربع او ساعه ونص بالكثير ساعه ونص يلا مش وايد لا والله غاوي جو ابراهيم براد وطالع هالاماكن الزينه وهالجو الغاوي شوف الحين هاي اللي ماتت تمثل المصريه نسيت اسمها والله سعاد حسني اظني سعاد حسني من هالفندق عقت بعمرها ورضخت بعمرها ابوي على هاي هذاك الرصيف وغدت ابوي في خبر كان سارت ابوي من كيس عمرها ماتت حد يقول حد دافرنها وحد يقول انتحرت وحد يقول ماتت روحها لما شلنا خرائط من سينزبري هذا خرائط نساوق الا بيبي تشيكن الا ما ادري شو ونسوق الشقيق والله ابراهيم هذا كلام من سنين في الثمانينات والتسعينات وهيله بيس طباخ ونفاخ ما شاء الله والذاكره عندك 100 الله اكبر حسد يعني اي والله لك وايدين هم ربعتنا قصه وتكيت وساروا وايدين والله ابراهيم الله يرحمهم ان شاء الله رحمته ويحفظ الباجين منهم امين زين ابراهيم من الاشياء اللي اتذكرها يوم نسير من عقب الركضه والدبت شرق وغرب يعني ندور ودام ما نلقط حق الصراط شو نسوي يكون حد جاي نظيف من شرق ولا من غرب لقينا وياه تلاي وقت يقولون مجتهين فوقه مجبوس دياي يا ربي وين بني بلكم الحين مجبوس دياي كل المحلات مبنده انصاف الليالي شو نسوي ورفجك انهم ما يباتون يواع ان ما يرقدون لما متعشين مجبوس دياي بالرغم انه ما شيء
السوبر ماركتات كلهن بنده. من وين ابراهيم؟ من خطف كنتاكي وناخذ درام بالدي يسمونه الاول. بالدي كامل دياي ناضي مستوي مقلى مالهم مال كنتاكي اللي عليه شرات العين هذا. نوصل ابوي ونحسر هاك العين عنه كامل. ونعق اليلد عن هاك اللي ريحته غاويه. انزين ابراهيم؟ ونسوي نشياط حمس وبصل وثوم عندك ودونك وعلم وخبر. وانك الله يحفظك ونجبس عليه. ويغدي فوقه رقم واحد، لا صار شيء قبله ولا شيء عقبه. ما بنرمس. هاي شوفنا الاهين. قربهنا الله يبين يقصر السالفه. شو يبين ابراهيم؟ شو يبين؟ والله لا ادري من يبرك. عربي؟ ايه. شو يبين؟ يبين يسلم عليه. الله لا سلم فيهم مغزبره. حرام. نالهم بوي هالبنيات فقاري يبين يسلمن. هذه انت جوتيش في صليج. وانت بشارب جوتيك محوحو وانت مسوي عملية ها؟ يا سلام احنا نسوي عملية لدي لا ريوك محيسات عفانا الله يا الله لا تليل ما بحبي يعرف بس بخلي لا تقولي ما قلت لك هاي وحليلها عصاجل وهاي وحليلها بعد كرفة ما عليك مباس رب وقت اقول كم يوم سمعتني يسقرني هاي اللي احي منهن صورتني حسها غليظ ما ادري ما حد ما حد ما برمس ما بمسح لا تقول ما حد عرف كلام انت سمعت حس ابراهيم هذا حس عادي وين يحس على ابعاد ولا شيء انت والله عاد وانت من تشوف الحريم مره انت قاعد تقول فيه المساكين ما ترحمهم ما تبغى يضحك لا انا ما سبيت انا اسولف وياهم اسوي سوالف وعندك دونك كيفك انك تسوي سوالف بس سوالفك تضحك الحين ابراهيم في ذمك انا ارمس وايد ما شاء الله هدرب الريج لا 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 ما تسكت لا عيه انا كان تبع يا لنا ما شاء الله عليك غاوي ابراهيم بن ادم يسولف يضحك ويا العرب شو شايف هالدنيا ابو ايوه قديم ويم ابراهيم ابراهيم هالفندق ها هذا الاول هي والله هذا يسمونه الاول الاول اسم البنت هوتيل الحين هوليدي ان 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 بابا هوليدي ان لا لا هوليدي ان هذا المهم هذا الاول الله يسلمك يسمونه البنت هوتيل وهاي الشقيق كلها عرب وهناك مشاهد ابراهيم كنيسه كل يوم لا مو من الكبار لكن يوميا المدير مال الكنيسة يشتكي على العرب اللي كانوا هني من كثر الإزعاج. هي والله. منور وتتبعنا أنت منور منور يعني تحيلات على هود ولا هذا منور منور بجلي أنا. تعال ياي تعال إبراهيم شد عليهم. إحنا لا نعرفهم لا من باب ولا من سبعة. لحقونا وهذا بطوله منور منور منور. هذا حليل حليل هذا ما قال شيء. تعال تبي وين أبوي؟ من دبي وهذاك ربيعه قابل منور 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 كيف حالكم؟ وين سكنتوا؟ في البروستا والله من متى جايين؟ متى جايين؟ والله البارحه اول البارحه ايوه كل شيء زين؟ والله الحمد لله تعرف الحبيب هذا؟ لا والله هذا اسمه ابراهيم ابراهيم توفيق تعرفه؟ هذا لا احمد بن عرب احمد بن عرب هاي ابوي قوم عرب ابوي هاي الاول ساكنين في الدمام ايه من هم؟ نعم ايه والله والنعم حسن عرب شي خصكم؟ حسن خالك قول والله قرب الله تخالك رهيب بحياتك سمعت حد يطرون قلت انا ما اعرفه؟ لا حس ترى قلت قاموس طلع غالة ايه والله هذا ابراهيم ها قوم حسن عرب الاول هم من هالشارجة والنعم والاول سنت الاول في السنين الاولية صاروا ناس كلها تتغرب في الشغل للشغل وهاي سارة وكانوا هالي يتم الأول يشتغلوا حد في الدمام وحد شارق وحد غرب وحد في الكويت والبحرين وحد يكد البحر يدورون الرز والعيش العرب من كل البلاد راعي المغرب يشتغل في الشرق وراعي الشرق يشتغل في الغرب وما ينكر حال وهاي العادة لأن أسرتهم الأسر الغريبة أساميهم قال حسن عرب فتذكرته والله والنعم انت ناس طيبين أهلك أبوي أنت بعد طيب أصلي بعد أصلي عفان الله يلا لا بليتنا شو منو حصل وأنا يعني ما حد يقول لي أعرف للوالدة لازم الوالدة فيها الله يحفظها إن شاء الله يبارك فيها بس منور للخالق
كلمة منور اليوم سامعينها ألف مرة. إيه أكيد لازم. حتى بالأصفر. مولع الأصفر. زين هذا من وياك؟ لا يلين ولا يستلين ولا يضحك ولا شيء. عفان الله. عفان الله. تعرف يعني إن هدول الولد. يلا كيف الخاطر؟ طول عمرك حبيبي. زين وين؟ طرف ما شاء الله عليكم الخور الله يحفظكم. قريب نوصل وتهلعنا على مروش قلنا ابوي بنسير ناخذ شاورما لحم ولو دياي عاد العالم الله وبس. ولا خلانا نسير الأول بادي يحلق يخلص عليه. زي أنا ما أشوف فيه شعر شويون الشعر أربع شعرات والله إنه قال له بحلق جهل توهن ظاهرات على شوي كبر راس الكبريت. ما شاء الله عليك يا إبراهيم والله مليون مرحبا بهالكويت يا انت والله اللي احلوكم والله يا ابو كانك اصبع عن بناتك. نعم كانك اصبع عنهن يا الله عظيم. حطيها هاي اللي تشوفينها هذه حطيها فوق راسك يا ابو هذا تاج على الراس على الله يحافظها. والله ما بتعرفين قيمتها الا لو يستوي عليها دنات الدون والله لا تينين على الله يحافظ. لا تو هو بادي وتو الناس الله يحفظكم ما شاء الله. وين ماي باي بيين هذا ليش يقطع ويزقنا يا اخي ايش دراني محمد يلا غايت يلا يلا حق زياد يصور بس يلا مشكله تكتب اسمي اسمك وين عايز تجيب بلد النكش؟ ما احتاج من قلبه ما احتاج من كذا. يا قوية قوية إبراهيم. يعني نقول صار زياد مو زين يا. يلا لا 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 رقم واحد ما شاء الله. حش انقطع سادة أقول هاللون. لا بسم الله عليك الرحمن الرحيم. خلاص محمد تحلفت ما تصورون. لا خلاص. ما بياس أصور في المنظرة. شو قلت لإبراهيم توك؟ شو قال لك أستاذ؟ سلامتك ما قلت شيء. ما معلم. شو قال لك نوع شعره؟ ما قال شيء ورا اسمع عندك قال والله تقول ما نطيح احنا بزبوننا ما نطيح انزين شو قال عاد شو لون؟ زبوننا خط احمر احنا جزاكم الله بخير وافين وافين زبوننا خط احمر خربل اول ناس ورا اسمع عندك قال ورا والله تقول شو قال لك شعره؟ منو شعره؟ ايه لا قال شو نوعه؟ ما قال شيء قرب الله تكتب عم مبهين يا هالمصوات شافيه المصوات هذا اللي يحوثوا بجهنم. اليوم تلاقينا في وين؟ عرس بن حارب اي الفلاحي في نادي الشبع أيوة. في فرح واناسه أيوة. واليوم في وين؟ واليوم في وين؟ لندن شيف ام الاناسه ام الاناسه ايوه طول عمرك وعمرك وعمرك يا الله عمرك كم ساعه شوف عمرك طول عمرك باذن الله ان شاء الله باذن الله الحين انت فبقى لك لا توقف ايه السلام عليكم مرحبا الورد وحده انت هلا ما شاء الله عليك وليش قابات سيد انت اذكر الله عليكم ما شاء الله ابراهيم نحن شو متفقين ما تبي تصير صاجع عند الحريم انت ما تخيل يا اخي انت مصيبه قسم بالله اوكي ليش الصاجع عند الحريم راح تقول فيهم يا اخي وقلت فيهم ما رو مسكت شفتها وصلت عند هرز ولا لا وصلنا ها حتى خمس دقائق ما اخذنا لا خذنا اي خذنا عشر دقائق اي عشر دقائق ولا ساعتين مشي وين ولا ساعتين والله من هج من متى ونحن نمشي حين لا تولى لا صدق والله تعرف هالي يضحك منو هالي ما اعرف هذا ما تعرفه ابراهيم توفيق مطرب الراب ما شاء الله كيف حالك الحمد لله تبي حد وين ابويا من ايمان والله والنعم عام هذا انا وانت ايه والله
طعمازيني العام. ها كلنا وانت؟ لا هذا الا انت. انا وين؟ الحين تظهر. انا ما اشوف عمري. سلايف انت ما شاء الله ما تغيرت. ابراهيم منو هاي الحين؟ منو هذي وياك؟ محمد سيف الكتبي. والله والنعم. شحالك يا محمد؟ كيف انت؟ الله يسلمك يا حبيبي. وين تعرف ويا هذا الرجال؟ عرفه من زمان. هذا اخوه. اخوه؟ نعم. زين زين زين. والنعم فيك وفيك. ما عليك صوت يا ابو محمد. شهد الله. ما بتقولي شو اسمك؟ مايد. مايد. جاي تناهي؟ وين جاي تربع انت؟ بسم الله عليك. من وين انت مايد؟ من الامارات. انزين من الامارات. من اي اماره؟ دبي. اي صف؟ ها؟ اي صف؟ رابع. ما كذبت؟ ليش احس انت لازم تكون في خامس او سادس؟ صدق ولا رابع؟ ليش؟ ساقط؟ لا. شو عيال؟ ساقط؟ لا. ليش رابع؟ كم عمرك؟ تاسع. انا تدري يوم كنت في صف، يوم كنت كبرك كنت صف ثاني اعدادي. ثاني اعدادي يعني ثامن. مش صح صح؟ صوريات من يومين في السيتي ووك صح؟ ايه. ايوه يوم سألت عن شو؟ ميامي بايب. شفتي؟ ايه. وين عاشوا؟ في الشقة. ايوه. ليش ما جيت وياكم؟ صارت البيت من البرد. وانت بلاش؟ انا متدفي. كم تحت تنافضين؟ اوكي. نفس جوتي ليش ان شاء الله؟ انت ما تخيلين لابسه جوتي رجالي؟ ليش؟ والله جوتي رجالي انت لابسه. قربك كان الله مقواك مقواك. يلا برايك ابراهيم. منو هالجماعة اللي وياك؟ منو هالرجال؟ سلام عليك. ايش حالك ابوي؟ كيف انت؟ الحمد لله. انت من ابو ظبي؟ نعم. وين ساكنين ابو ظبي؟ بشرى. وليش زعلان؟ زعلان ليش؟ كيف زعلان؟ لا لعبه. هالرجال وين بيعك؟ سلام عليك. السلام ورحمه الله. اي الحين ابتسم قبل شوي يسلم بدون ابتسامه. اي والله ناس عندك. مش عليك منهم. من كرومبل رود لين كرومبل هوسبيتال لين شو اسمه حارت لين ابو لندن هيلتون. ها ابو خليل شو الراي؟ رقم واحد. رقم واحد بس تعب شوي. ان شاء الله الحين ما شيء باقي قدامنا. اكيد ما باقي شيء. خلاص عاد خلاص. هي قدامنا كرومبل هوس جرفنر هاوس عقبه فندق تشرشل بس اكسفور. ماشي قمض برج ولانك واصل. يلا ان شاء الله. هي نعم. ماشي تعب ابراهيم. ها لا ماشي. وين وصلنا الحين؟ عند هالمعلم المعروف. شو جاي على بالي؟ دورشستر من أقدم وأجمل فنادق شنتي لندن. فندق عريق رقم واحد. شو جاي على بالي الأغنية حين عادة تولع تبك والله كتب لي على فرقات حسبي على الحظ الردي كان هشقاني. هم الأغاني القديمة الأول من الأغاني الثمانينات وحين الداقة على بالي الحين طاري علي ودندن فيها من مساعة ما زين لها السيارة. يا سلام سلام بيها من سيارة. ان شاء الله تبارك الله. والله هنتين بعد هنتين خوات. يا سلام سلم. ابراهيم ابراهيم تعال. تدرون نحن وين ابوي؟ نحن الله يحفظكم في اجوار رود. ليش جايين اجوار رود؟ جايين متهلع انا على تشوفون شرات الكاكا لها اسم هالنمونه اللي كنت اخذها من سبنس وداق على خاطري ومتهلع عليها تهلية. وقلت حق ابراهيم تعال بنتمشى شويون قريب من فندقنا لين هني. ولا تعبان برا خلاص نقيم المشي. ليش يا ابراهيم؟ ما مشينا اليوم الحمد لله. الله اكبر كان ما مشينا هذا المشي. والله العظيم تعبان خلاص. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. ان شاء الله ما عليك. يلا نصير عند الكاكا هاي مالتكم هذه مثل فواكه. يلا خلنا نروح ناخذ هذا هذاك من دكانها. ها اي والله في خاطر
هاي اللي متحلى عليها. لقيت عاد كل اللي عندهم مزيه بس حبه وحده. قلت عن خاطري كان جايها الطريق كامل بودر والله اني اخذته. لي شو بلاك ابوي زعلان؟ انا زعلان انا تعبان. جيم اوفر قول لي شمنا شينا وايد هالمشي هذا. هي والله لين جو الرود كم ثلاث ساعات.